مرحبا بخوتي المغاربه عندنا في اسطنبول. احنا في الطبق الثاني ديال لاكلينيك اللي اختصاص ديالو هو الهوليود سمايل، هو زراعه ديال الاسنان، هو تقويم الاسنان عامه. كل الانواع الزراعه نحن عندنا في مستشفياتنا، وكمان لاي اقسام نحن عندنا. الهوليود سمايل اصلا بيكون نتيجه فيه كسر انواع، واحد منهم عدسات اسمها لامينيت بينر، الثاني شيء زيركونيوم كراون. بالسبعه ايام نحن نحتوى العلاجات للمريضنا، لازم شويه نحط السن، بعد نحط السن نحن نعمل تركيب على السن. الجارنتي طول العمر زراعة، إنه نحن نعرف الزراعتنا كلهم كويسين منشان نحطوا الضمان لطول العمر. والثاني شيء زراعة مثل أنا قلت لكم الجراح بيعملوا ويخلص كل زراعة في واحد ساعة. فيه مثلا مريض ما عنده عظام، ما عنده سن كويس، نحن مقلعة ونعمل زراعة ونعمل كمان بونجرافت بكلهم بيكون نفس الوقت، بنخلص 6-5 ساعات كل شيء. مثلا 7 أيام للعلاجات ما يجي كل اليوم لزيارتنا، 3 مرات يكفي لكم.